يا خبر أبيض، جول في الوقت القاتل الدقيقة 41، كورة مش ممكن عشان يتقدم نادي الزمالك في غفلة من دفاع المقاولي العرب اللي عامل دفاعات مستحكمة الحقيقة، إنما أخيرا يفلت بواحدة أحمد جعفر ويجعل المقدمة بيضاء، 1-0 نادي الزمالك. أحمد جعفر في الدقيقة 41 بيتقدم لنادي الزمالك، 1-0. هذه اللعبة اهي، عدى ورقص وبهدوء طبعا ولعبها وكان متردد خايف يكون تسلل احمد، انما عدى وخد قراره ورقص وعلى مهله بقى، وبيضمن بيضمنها بقى وبيحطها بكل ثقة وهدوء داخل مرمى محمد العقباوي. هي مباريات الكرة كده، ودي حلاوتها ودي اثارتها. نادي المقاولين العرب عامل مباراة كبيرة جدا جدا جدا، انما يعني كرة طبعا بتبقى هفوة كده او غلطة. هذه تاني المباراة بتعود الى اثارتها، محمود فتح الله بيلعب واحدة طويلة تاني ناحية الشمال، انما ياخد على طول نادي الزمالك وبره الملعب، اوت من على اعلى. حسين ياسر المحمدي، هنشوف حسام حسن هيديله برضو في الدقايق اللي باقيه دي ولا ايه. احمد غانم طويله بره الملعب، اوت العقباوي.